حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن قانون الأمن الغذائي. ويبدو أن صراعات أو حلبة الصراعات السياسية لم تنتهي عند الخلاف حول تشكيل الحكومة المرتقبة، بل أن مشروع القانون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بات هو الآخر يمثل خلافا حادا بين الأطراف السياسية، بين ما يعارض المضي بهذا المشروع وبين ما يصر على إقراره. فزاوية أخرى من المناكفات بات يشكلها هذا المشروع، إلا أنه ووسط هذا الخلاف فإن البرلمان يفاجئ الشارع بتخطي الأسس القانونية المنصوص عليها في الدستور بعد تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليطرح هذا القانون مجددا داخل أروقة البرلمان وبحضور 270 نائب كانوا قد حضروا القراءة الأولى لهذا المشروع الذي لا شك بأنه سيخلف عبئا ماليا كبيرا على الفرد العراقي ويزيد من حالة التدهور الاقتصادي الذي تعانيه الكثير من العوائل العراقية والفقراء بنسب كبيرة جدا. إذن ضمن هذه المعطيات نناقش مع ضيوفنا الأكارم هذا الموضوع، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. قانون الأمن الغذائي المثير للجدل والاستفهامات الكثيرة مسار معاكس أبداه البرلمان العراقي حين الانتهاء من قراءته ومحاولة تبرير الإشكالات المثارة ضده من قبل خبراء الاقتصاد، وبعد رفضه من قبل المحكمة الاتحادية لما له من ضرر على مكون دون آخر، إذ يعاود البرلمان إصراره المريب على محاولة تمريره ولو بطرق غير قانونية. فالقرار عده متابعون التفافا على الموازنة من قبل البرلمان وحكومة تصريف الأعمال بالوقت الذي جدد القضاء محدودية صلاحياتها بعد مخاطبات من قبل رئاسة الجمهورية بتوضيح مهامها التي يراها تخطط الحدود بتشريع القوانين الخارجة عن إطار الدستور. فبين تبرير إشكالياته والإصرار على إعادة تمريره التي عدت تحد واضحا للقضاء وفيه مغانم كثيرة للطامعين بإقراره، يتطلع الشارع العراقي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة للخلاص من هذه التجاوزات القانونية المتكررة التي يراها تبخس حقه. فهذا اللغط الكبير وعلامات الاستفهام التي أثيرت ضد تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي أولدت تأييدا ومعارضة من قبل مجلس النواب بإقرار هذا القانون أو تمريره، إذ يرى خبراء أنه ليس إلا إحدى نوافذ الفساد التي فتحت بعد إخفاق بعض الكتل بتمرير مرشحي رئيسي الوزراء والجمهورية. وهناك شبهات حول إقرار هذا القانون خصوصا في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية، وإنه كذبة أريد منها غض الطرف عن فساد الحكومة المالي والسياسي، وذلك بالمحاولة لتمريره وتعطيل الموازنة العامة للسنة الحالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الخبير القانوني فيصل ركان. أهلا بك سيد فيصل، ضيفا كريما، وترحب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية سيد فيصل، شنو سبب كل هذا اللغط والجدل حول قانون الأمن الغذائي؟ نعم، بدءا تحية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم أستاذ إبراهيم ولمشاهدي قناتكم العزيزة، حياك الله. الحقيقة احنا هذه فرصة ان نوضح للمشاهد الكريم شنو هذا قانون الأمن الغذائي وشلون تم يعني اعتباره مشروع وبالتالي تم اعتباره كمقترح وشلون صار هذا التباين من 9 تريليون الى 30 تريليون او اكثر. نعم، بدأ الحكومة قدمت مشروع القانون الى مجلس النواب لانه وقالت انه شو اسمه الموازنة تأخرت بسبب الانسداد السياسي وعدم ترشيح أو اختيار رئيس الجمهورية وفق السياقات القانونية، وبالتالي عدم تشكيل الحكومة وفق المادة 76، وتأخرت الموازنة. الموازنة بالتأكيد هي قانون يتيح للأجهزة التنفيذية الصرف، ويتيح للأجهزة الرقابية ممارسة الرقابة على تبويب الصرف. بالتأكيد اختفت الموازنة ولم يتم تحقيقها أو تمريرها. الحكومة قدمت مشروع القانون، اعترض عليه أحد السادة النواب وهو السيد باسم
خشان أمام المحكمة الاتحادية طعن به، طعن بعدم دستورية هذا القانون. بالقانون نفسه طعن باسم خشان؟ لا لا، الحقيقة خلي أنا جاي. آلية تقديم هذا القانون لم يطعن طبعا المحكمة الاتحادية بقرارها وبالطعن المعروض أمامها لم تطعن بمواد القانون، طعن بآلية تقديم مشروع القانون باعتبار أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال يومية. طبعا هذا المصطلح مال تصريف الأعمال هم إن شاء الله نجي عليه لاحقا وأحكي لك أنه لا توجد لدينا حكومة تصريف أعمال، حكومة تسيير أعمال يومية وفق الدستور والنظام الداخلي، وإن شاء الله نحكي بعد شوية إذا صار مجال. طعن به المحكمة الاتحادية، قبلت الطعن وأوقفت المشروع باعتبار أن الحكومة ليست من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين. المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس الوزراء طبعا هو شرح شنو تسيير الأعمال اليومية وحدد شنو هي الأعمال اليومية. حسب التعريف حكومة تسيير الأعمال اليومية تقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة باستثناء تشريع القوانين، عقد المعاهدات والاتفاقيات وإعداد الموازنة. لهذا الحقيقة كان هذا الاعتراض صار طعن. مجلس النواب تبنى الموضوع كمقترح، اكو فرق بين مشروع القانون اللي يجب ان يقدم من مجلس الوزراء وبين مقترح القانون الذي نصت عليه المادة 60 بالفقرة الثانية من الدستور العراقي التي تحدثت عن انه يمكن لعشرة من النواب او لجنة متخصصة داخل مجلس النواب من تقديم مشروع. خلينا نفصل هذا التحول باعداد او آلية تقديم هذا القانون بعد قليل سيد فيصل، لكن سيد ابراهيم اكو جنبه سياسيه بالجدل الحاصل حول قانون الامن الغذائي لو فقط مشاكل قانونيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفك الاستاذ فيصل. يعني قبل كل شيء انه القانون هو قد جاء من جهه سياسيه معينه، وهذا الجهه السياسيه يعني احنا اذا مثل ما تحدث الاستاذ فيصل انه قرار المحكمه الاتحاديه نسف القانون، يعني الان اصبح القانون لا يجوز الان بموجب حكم المحكمة الاتحادية انه لا يجوز تقديمه الى مجلس النواب حتى من قبل الحكومة باعتبار طيب. ان الحكومة تصرف اعمال او مثل ما يسميها تسيير اعمال. طبعا الى في جلبة سياسية كبيرة، يعني اذا لاحظنا دققنا في عدد الخروقات القانونية. اولا هو هذا المشروع القانون سوف يقتل او يلقي مشروع الموازنة العامة لسنة 2020. الحكومة الآن يفترض أن تقدم، ولكن لأنها تسيير أعمال فلا تستطيع أن تقدم قانون. منذ الشهر العاشر المفروض هي تقدم مشروع قانون الموازنة لسنة 21 عفوا. الآن مضت 5 أشهر لم تقدم الحكومة، ومن يقف ويبدو أنها لن تستطيع أن تقدم أصلا. طيب الآن أنت لم تقدم الآن مشروع الموازنة، وهذا مشروع لي أولا التزامات دولية ضمن المشاريع، الدين الخارجي، الدين الداخلي، ايضا التزامات فيما يخص الشركات وما شابه ذلك والبنى التحتيه وما شابه ذلك. اليوم انت عندما تحجب هذا المشروع القانون وتقدم مشروع قانون او مسوده قانون او مشروع قانون البنى الدعم الطارئ للامن الغذائي، اولا انت راح تقتل او تلغي او لا تعطي فرصه لان تكون السنه هذه السنه، يعني باكر شكت حكومه، صار اتفاق سياسي وشكل حكومه، رئيس الحكومة المقبل معناه ما يقدر يقدم مشروع قانون موازنة. هناك ترجيحات وربما تأكيدات بأنه لن تكون هناك موازنة في هذا العام. ليش ماكو موازنة؟ طيب ليش تقدم أنت مشروع وجد مشروع قانون أو قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ كبديل للموازنة؟ هو يعني يبدو أنه ليس بديل للموازنة، ولكن هم الآن يعني هو إلى جنبة سياسية خطيرة جدا. لاحظ في فقرات المشروع أولا انه لا توجد عداله في توزيع مخرجات هذه المبالغ اللي تبلغ 35 تريليون، يعني ما يقدر 24 مليار دولار. تاخذ من المناطق المنتجه النفط وتعطي للمناطق المحرره، زين انت منطقتها المناطق المحرره. صندوق دعم الاعمار اللي رئيس الحلبوسي اخذ ما اخذ من الاموال، والان تعمير الاعمار الموجود في الانبار على حساب من؟ على حساب المناطق. ماكو عداله في هذا. صانعوا او واضعوا القانون مشروع القانون لم يضعوا العداله،
اثنين خليني احكي قضيه جنب السياسيه، انه هل ان مؤسسات الدوله الان مستعده ان 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 ان, أن تسيطر على هذه الاموال المال؟ مستعده؟ عندها امكانيه السيطرة على هذا المال؟ ما عندها. انت ايش سويت؟ واضع القاء مشروع القانون. اولا هو يقاطع مع قانون الاداره الماليه سنه 2019. اثنين انه هو يعطي صلاحيات كبيره لوزير الماليه لاختلاط مبلغ 10 مليار دولار، 10 مليار دولار دولار؟ 10 تريليون دينار عراقي. نعم، وهذا يعني انت راح تغرقنا بالدين. يفترض احنا نستفاد يعني، اشو انت الان يعني كانه الذين فهموا يعني والله مشكله الضحك. فهموا قانون دعم الطارئ للامن الغذائي بس بطن، بس شبع بطني. مو هو هذا كان المفترض في بدايه المشروع عندما طرح المشروع، مو كان يعني من عنوانه واسمه دعم الغذائي دعم المواد الغذائيه. جايك بالحديث يا عزيزي استاذ بشار، ليش توسعت ابواب الصرف؟ اسمح لي خلي احكي قضيه زين. مو احنا عندنا تصريح ابو الحبوب في وزاره التجاره قال انا عندي مفول يعني 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 ما عنده مشكله بالحنطه والشعير، تكفيكم ثلاث اشهر اربع اشهر. وهذا تصريح حكومه استاذ ابو الحبوب، منين جابه؟ قال من التجاره، وزاره التجاره. وانت اليوم تعطيني لابو التجاره؟ تصريحات التجاره كانت متضاربه. لا 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 هذا مره قالوا عندنا شهر، لا لا مره قالوا المصرف الشهر. هذا تصريح رسمي، هذا تصريح رسمي. نعم تصريح رسمي من ابو الحبوب، تصريح رسمي قال لك كيف انا ما عندي ازمه. صرح وزير التجاره وراها وزاروا السايلوات ما عنده مشكله بالحب. طيب انت ليش ترجعني للحبوب انا؟ طيب زين احكي لي قضيه اخرى، هل ان هذا التوزيع عادل؟ يعني انت اليوم تعطي لابو التجاره 8 تريليون مو صحيح؟ 8 تريليون لمده سبعه اشهر، بينما الحصه الغذائيه التموينيه لسنه كامله 2 تريليون. زين هاي 8 6 تريليون وين راحت هاي؟ ارجع لك للحصه اللي هي اهم شيء، هي الحصه بحسب هذا القانون من اسمه وعنوانه الامن الغذائي. لكن ارجع للجانب القانونيه مع السيد فيصل. ابواب الصرف توسعت بشكل كبير، لكن رفض هذا القانون من المحكمه الاتحاديه بحسب الاليه المتبعه لاقراره او طعن فيه. طيب رجعت اللجنه القانونيه النيابيه او البرلمان، يعني كان عندها التفاف على قرار المحكمه الاتحاديه باعداد هذا القانون من قبل اللجنه القانونيه البرلمانيه، لو اكو اليه اخرى من الناحيه القانونيه. انا اتحدث من الناحيه القانونيه، نعم. ما لي علاقه بالجانب السياسي الحقيقه. من الناحيه القانونيه مثل ما قلت لحضرتك، مجلس النواب او 10 من اعضاء مجلس النواب بموجب الفقره الثانيه من الماده 60 من الدستور او لجنه متخصصه داخل مجلس النواب من حقها ان تقدم مقترح قانون. أخذوا القانون باعتبار أنه المحكمة الاتحادية لم تتعرض إلى مواد القانون، تعرضت إلى آلية تقديم القانون. لذلك أخذوا القانون واعتبروه مقترح وعرضوه على مجلس النواب من قبل لجنة متخصصة، هي اللجنة القانونية وهي لجنة متخصصة داخل مجلس النواب. إذن من الناحية القانونية سليم الموضوع، يعني ماكو عليه غبار. ليش؟ لأنه عرض من قبل لجنه متخصصه داخل مجلس النواب. لكن وين قانونيا يجوز؟ قانونيا لكن اكو مشكله. انت بعد عرضك للمشروع لمقترح القانون الان اصبح مقترح قانون بموجب اكو قرار للمحكمه الاتحاديه اعتقد سنه 2010 اللي اقر بانه لا يمكن لمجلس النواب تشريع اي قانون به جنبة مالية إلا بالرجوع إلى الحكومة. هذا إيش راح يصير عندنا هنا؟ حتى لو شرع القانون ممكن أن يمرر وبالأغلبية، لكن أكيد بعض النواب الذين اعترضوا الآن على القانون سيذهبون إلى المحكمة الاتحادية ويعترضون على موضوع الجنبة المالية التي وإن وافقت عليها الحكومة، طبعا بالتأكيد الحكومة هي من وضعت القانون فبالتأكيد راح توافق، راح يعترضون عليه أيضا بموضوع أنه هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال يومية وليس من صلاحيتها أن توافق على مشاريع القوانين. هذا اللي ممكن أن يصير. طيب إذا لم يتم طيب البرلمان بأعداد كبيرة من القانونيين، نعم، إضافة إلى اللجنة القانونية النيابية، ليش وضعوا نفسهم في هذه المواجهة القانونية مع المحكمة الاتحادية؟ لا هو الحقيقة مو مواجهة مع المحكمة الاتحادية، هو مقترح قانون يقول لك ليش يخلي نفسه موقف تجاوز للوائح وقوانين. نعم تبريرهم شنو الحقيقة؟ يقول أنه تأخرت الموازنة، احنا الآن على أبواب نهاية الشهر الخامس، نعم، مثل ما قال الأستاذ إبراهيم يفترض أن يقدم
مشروع الموازنة بالعام الشهر العاشر عام 2021. في كل سنة البرلمان أو الحكومة أو العراق بشكل عام الدولة تتأخر بإعداد الموازنة وإقرارها، لكن مو للشهر الخامس والسادس. بالتالي بعدين هذا مشروع الموازنة حتى لو طرح اليوم يعني مثلا أمام مجلس النواب يحتاج لمناقشة، ويحتاج قد يعاد من جديد، يعاد تبويب الأبواب، أكو ناس تعترض على أبوابه، يعاد إلى مجلس الوزراء من أجل تعديله، والنوب يعاد إلى مجلس النواب، وراح يصير به قراءة أولى، قراءة ثانية إلى آخره. بس لكن الأطراف المعترضة، أطراف سياسية معترضة على هذا القانون، بس لا تسمح لي أستاذ بشار بس أوضح هذه النقطة. أعتقد أنه مثل ما قلت حضرتك أنه لن يفيدنا مشروع الموازنة هذه السنة. ليش؟ لأنه أنت أولا حتى لو قررت الموازنة مشاريع عندك مشاريع استثمارية شو وقت تعلن عنها؟ شو وقت تقبل العروض؟ شو وقت تفتح العروض؟ شو وقت تحيل؟ شو وقت تنفذ؟ راح تنتهي السنة. لذلك كان هذا المبرر الحقيقة. وبالمناسبة هنالك ثلاث فرق الآن موجودة داخل مجلس النواب، فريق رافض تماما لمشروع الأمن الغذائي، وفريق قابل تماما بكل بنوده، وفريق متحفظ على بعض مواده. وانا الحقيقه التقيت يقبل بالمشروع هذا وبالقانون، لكن يريد تعديلات، يريد يلغي من عنده مجموعه من المواد، باعتبار انه هنالك مواد مهمه من اجل انعاش الاقتصاد ومن اجل ايضا للمواطن العراقي. هذا اللي يقوله. طيب، ممكن تجاوز كل هذه العقبات القانونية والسياسية وغيرها بنظام مثل كل سنة، نظام سلف تأخذها الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي لتسيير أعمال الدولة وتأمين الغذاء والاحتياجات الأخرى دون الذهاب إلى، مع تأخر الموازنة طبعا، دون الذهاب إلى إقرار مشروع قانون الأمن الغذائي. السلف ممكن تفيد بتمشية يعني الاقتصاد العراقي؟ 2014 ما شاهد موازنة أصلا، ماكو موازنة، ماكو موازنة. بدأت طيب. السنوات اللي تلتها ايضا كانت تاخير باقرار نوعا من المشاريع، صح كان لها ضررها كبير على الاقتصاد العراقي وعلى التزامات العراق الماليه مع الدول الاخرى والمشاريع والشركات. لا تنسى هناك دين خارجي ودين داخلي، وهذا الديون طبعا مكلفه. الخارجي يحمل الدين، يعني تعرف هذه الاتفاقيه فوائد الدين الداخلي. لا طبعا دول مخطئين، مش عراقيين، ما عليهم، ما عندهم حقوق. لكن هو الان يعني يفترض أن واقعه هي مو قضية اليوم. أنت اليوم عندما تذهب إلى مجلس النواب وعندك مشروع قانون، يعني إذا برلماني ما يحترم القضاء هذا بعد انتهت. هذا مو دولة، هاي دولة رخوة، دولة لا تحترم القوانين ولا تحترم الأنظمة ولا تحترم القضاء ولا طيب نحترم المعرفة. فالقضية أنه أنت اليوم في هذه الأجواء، وعندما برلماني ما يحترم قضاء العراق، إذا شلون إحنا اليوم القضاء هو الفيصل. المحكمة الاتحادية في الخلافات الدستورية، في قضايا أخرى خلافية قانونية ما شابه ذلك، على الحكومة ما شابه ذلك يفترض أن تحترم ويكون لها هي الدرجة العلوية، باعتبار أن قراراتها قطعية. أستاذ فيصل يمكن المحكمة الاتحادية وغير قابلة للرد، وغير قابلة للرد. لكن أنا أعتقد هو إلى جنبة سياسية كبيرة جدا. هو يعني الآن هذا هو سبب الخلاف، يعني أولا هي مو بس لا حتى ما نظلم المحترضين، حتى ما نظلم. أولا هو هدر للمال العام أستاذ بشار. هنا وصلت الى نقطه يعني اكد عليها المعترضين، ادوا عليها في رفضهم واستندوا عليها لرفضهم لهذا القانون. ممكن قانون تامين دعم طار الامن الغذائي ان يعيد فتح ابواب فساد مره اخرى؟ هو مو بس يعيد، يعني انت ولا المال السائب يعلم السرقه. احنا اليوم عندنا مؤسساتنا الرقابيه ضعيفه جدا. يعني انت من تجيب 30 مليار 30 تريليون 32 لو 32 حتى 35، يعني وصل الى توسع من 9 تريليون الى 30 او 35 تريليون، وتنطي الوزير بدون رقابه، بدون ليش ما في رقابه؟ البرلمان ما راح يقدر يراقب، هو يعطي صلاحيات كبيره الوزير. بالمناسبه هذه كلها الان 8 تريليون تروح الى وزاره الخارجيه، وزاره التجاره. طيب هي زين، انت الان من تقول لي الامن، يعني قانون الامن الغذائي، احنا عندنا مشكله بالامن الغذائي؟ ما عندنا مشكله، ما عنده مشكلة. إذا أكو مشكلة إنه في ما يخص الاقتصاد هو المشكلة، اللي رفعوا سعر الدولار هم المشكلة، اللي أسعار المواد الغذائية ارتفعت نسبة 25 إلى 20%، هم هذه المشكلة. خب أنت إذا أنت حريص على إنه الغذاء ينزل الدولار، رجع لي إياه مثل ما كان 120، رجع لي إياه. هذا ممكن يكون لك كسب سياسي كبير جدا.
انجاز يعتبر اي واحد هسه يرجع اي كتله سياسيه ترجع الدولار ل 120 يعتبر انجازها. لكن اليوم مو مصعد الدولار 149 148 وتقول له انا راح اضخ لك للسوق راح اضخ لك 24 مليار دولار، ما راح استفاد بعد هاي خالص، لانه هاي كلها راح تروح. لين موضوع اخر، يعني انت اليوم ضربت عرض الحائط قانون اداره الاداره الماليه، استاذ فيصل واعتقد هو خبير قانوني اكثر من عندي في هذا المجال، لانه هذا القانون فيه تفاصيل وبضوابط وبمعايير للصرف، مو اي واحد يجي يصرف كيفه. طيب زيادة. اذا رحنا نظام السلف، نظام السلف ما بيها مشاكل ايضا؟ لا هو المشاكل منين جت؟ هي من خلافات سياسيه، شكل حكومه ما شفت الموازنه خلال اسبوع شكل حكومه. لا ماكو هسه حتى الان ماكو حكومه، وطالما ماكو حكومه ماكو موازنه. ماكو موازنه. لو نروح الدعم الطارئ، قانون الدعم الطارئ ليش نروح؟ ليش الغذائي؟ انت لا تطلع لو نروح الى نظام السلف حتى نمشي احتياجات المواطنين. يعني انت ليش تفرض علي قانون الامن الغذائي؟ انا ما عندي مشكله بالامن. بعد وين نروح؟ شنو البديل؟ تبقى على نظام السلف، شكل حكومه. نظام السلف اكو مشاكل. توافق سياسيا مع توافق سياسيا ذهبنا نظام السلف. اما تذهب معارضه، لو تذهب معارضه خارج العمليه السياسيه، معارضه داخل قوه البرلمان مثل ما البقيه هسه الان يعارضوا القوانين ما على مصلحه البلد، او انت الان تتفق مع الكتل السياسيه وشكل حكومه وطلع قانون الموازنه، وهاي الامور مالتك اللي انت مخليها بقانون دعم الامن الغذائي خليها بيها. ما عنده مشكله فيه. بعدين احكي لك، خليني احكي لك ان شاء الله استاذ بشار، ليش هو العراق بس 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 معده؟ ما نحتاج مدارس؟ ما نحتاج مستشفيات؟ احنا لحد الان ما بنينا مستشفى واحد، ما عندنا مستشفيات. مو؟ طيب ما عندنا مدارس؟ يتم الحديث عن هذه المشاريع نعم؟ الكبرى اللي ما بس اكيد السيد الدول نعم. طيب اقعد لك سيد فيصل، هذولاك رفعوا سعر صرف الدولار حتى هذولا ما يبوقون، واليوم هذولا يعارضون قانون الامن الغذائي حتى هذولاك ما يبوقون. طيب ماذا عن المواطن؟ اليوم هناك متوقع ازمه غذائيه عالميه، المواطن وين راح يروح في هذه الحاله؟ هو الحقيقه شوف، يعني حتى لو مثل ما قال الاستاذ ابراهيم انه ابو التجاره قال عندي خزين، بس الخزين مالتش قد يكفي اذا كانت هناك ازمه عالميه قد تصل الى سنوات مو ثلاث اشهر. وبالتالي اوكرانيا دمرت الان الحقيقه، يعني انت لا تتوقع انه تجيب منها جونيه واحده من الحنطه بعد، وروسيا ونشوف الحصار عليها، اضافه الى دول تمسكت بانتاجها بالتاكيد خوفا من الازمه. انا سمعت تصريحات لمسؤولين بالتجاره قالوا احنا خزين ما عندنا، وحتى لو عنده خزين ايش قد يكفي؟ شهر شهرين ثلاثه الازمه. طيب. ممكن ان تستمر. طيب. اذا اكو مشكله بالتصويت واقرار وتشريع قانون الدعم الطارئ الغذائي وما صار هذا القانون، شنو البديل من الناحيه البديل القانونيه؟ البديل تتفق الاطراف السياسيه، وانا اقترح اللي قاله استاذ ابراهيم يعني حقيقه ايده، انه يقعدون يتفقون يمررون الموازنه وانتهى الموضوع. هي من شان اكو تهديد امني ودماء وارواح مصالح ناس من العراقيين ما تتقوى السياسي، هسه يتفقون من اكو ازمه غذائيه متوقعه هي حتى الان مو مصلحه البلد العليا. هاي احسن مجاعه بالمشروع، ما تقول ازمه غذائيه متوقع، يعني يروحون السياسيين الى حل هذه الخلافات حاليا، لا يحلون الخلافات، اذا يشيلون قسم من ما موجود به هذا القانون، يلغوها، يشيلون بعض الفقرات، ويتفقون على الفقرات المهمة ذات العلاقة بقوة المواطن. نرجع إلى توسع أبواب الصرف بهذا القانون، شلون توسع من 9 تريليون إلى 30 أو 32 أو 35 تريليون؟ هو شوف أستاذ، 35 تريليون 35 يشيل من عنده 10، وهذا الآن هو المقترح. أنا حسب ما سمعت المقترح الأول كان 9 تريليون، لا الدين، يعني قصدي الدين دين. لا دين 10 مليار دولار. اي نعم، انا حسب معلوماتي انه المقترح اللي مقدم بدون دين، يعني ما ينطي صلاحيه للوزير ان يروح يستدين بعد، لانه تبقى 25 تريليون، مبلغ كله كبير يعني حقيقه. انت اذا اريد ان نناقش السله الغذائيه او البطاقه التموينيه او المواد الغذائيه، تأمين شو تأمين الغذاء للمواطن. نعم. لو اول يمكن اعداد لهذا القانون من الحكومه كان 9 تريليون حتى. نعم. يأمنون الحصه التموينيه للاشهر القادمه. ممكن. ليش انضافت لها التريليونات الكثيره بعدين؟ هذا الموضوع حقيقه مو قانوني، يعني ما اقدر اناقش به ليش انضافت، لكن احنا نجي على الحاجه الحقيقيه للمواطن. الحاجه الحقيقيه للمواطن أمن لي خزين استراتيجي للغذاء، والبطاقة التموينية طبعا نتحدث بصراحة، احنا ايش قد اخذنا حصة غذائية؟ ما اخذناها على طول السنة. نعم.
يعني انت ممكن تضاعف المبلغ المخصص لوزاره التجاره وتقلص جهات يعني ما نسب الى جهات اخرى ويصير الاتفاق عليها على قد تقدير الاتفاق يعني نوصل توصل القوى السياسيه داخل قبه البرلمان الى نقاط مشتركه ممكن حتى تمرر ما يتيح للمواطن ان يكمل سنته بدون حاجه وبدون حقيقه بدون مجاعه اللي المتوقعه بالعالم يعني. طيب سيد فيصل ذكر الحصه التموينيه اللي هي تهم المواطن حتى تامن الغذاء، بما نتامن الغذاء بالحصه التموينيه. طيب احنا محتاجين هذه المبالغ وقانون الامن الغذائي حتى يامن لنا بطل الزيت والشكرات والطحينات شويه والتمنات. قلت لك هذا بابنا باب الصرف. هذا انت عندما تعطي وزير التجاره يعني هذا الجدل كله حتى بالاخير يامن لي بطل زيت؟ وهذا المشكله يعني انت احنا راح نغرق ب 10 مليار دولار اضافه للدين الخارجي والدين الداخلي حتى نجيب لنا بطل الزيت. زين احنا ساعدنا خلي احكي شغله. عندنا شكر مو صحيح؟ تمن زيت بعد شنو؟ معجون مو هذا عدسات رمضان عدس هذا ومتوزعات نعم يعني 1 2 3 4 5 6 هاي ثاني وزير تجاره ب 2 تريليون زيت انت بتعطي 10 8 8 زيت 8 شو راح اجيب انا شو راح اجيب مربى تجيب لي شكليات تجيب لي ما محتاج هالشغلات تجي يعني انا ما محتاج هالشغلات تجي بس انت يعني وهذا خلال سنه 7 اشهر بالمناسبه هو اعتقد عمره استاذ فيصل 7 اشهر سبعة اشهر يعني انا عند 2 تريليون هاي المواد لمده سنه ل 40 مليون عراقي لكن انت الان تعطيها ب 8 تريليون ولبعد 7 اشهر طيب زين. هذا طبعا يدق جرس انذار لان احنا خلينا نحكي القضيه هسه احنا نوزع رواتب يصير بها فساد مشروع صغير يصير انت تصرف لي هاي الاموال الضخمه 35 تريليون يعني رحمه الله وديك بتنباك نصها تتربح بتنباك هاي عندنا فساد عندنا مافيات في الوزارات مافيات انت تروح تستلم مليون ما ياخذ منك حصه ما يقعد لك حصتك مالتك اما قضيه طيب زين احكي لي قضيه ما وفر تعيينات يعني ما تشوف بتعيين هو قضيه مجرد انه انت تعطي وزاره التجاره وللكهرباء اعتقد الكهرباء موضوع الكهرباء يعني يقولون ايران تطلبنا مبالغ وتريد مبالغ اخرى على مود تزودنا بالغاز اللي شغل عندنا محطات الغازيه وايران راح تقطع علينا هذا الغاز باعتبار ماكو فلوس نعطيهم اياه ونشتري الغاز وبالتالي راح تدهور الكهرباء بالايام القادمه وارتفاع درجات الحراره لكن مشروع القانون اللي قدم اخيرا وانقرى في جلسه البرلمان من ذكر بموضوع الكهرباء من ذكر بكم هكذا لا يعني هو كانوا يدقون يعني اعتقد كانت فقره الكهرباء تطوير قطاع الكهرباء ما شوف ذلك هو ما اعرف يعني لا مو تطوير هو على الاقل ندفع فلوس حتى نجيب غاز حتى نشغل الكهرباء نحافظ عليها بالمستوى الحالي تعرف ايش قد انفقت الحكومه على قطاع الكهرباء اعتقد مبلغ 50 مليار دولار مبلغ خيالي اظن مبلغ خيالي يعني هاي باقي دوله مصر ب 5 مليارات كهرباء ما تنقطع لا احنا معروف احنا صارفين مبالغ على الكهرباء تشتري شركة جنرال اللي كتركها أصلاً برمتها وتنقلها ربما للعراق اسمعني استاذ بشار انت من عائلة 88 ألف موظف عينتهم من جهة سياسية واحدة تحسن انتاج الكهرباء؟ بالعكس ما تحسن لا زادت الكلفة يعني أصلاً وزارة الكهرباء باب أبواب الفساد باب نفر لأنه انت الآن وصلنا مرحلة لا رئيس وزراء يقدر يحترف ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية لأنه احنا الآن وزارة الكهرباء ما نعرف مين يتحكم بها ما نعرف والله تعطيهم مثلا 100 مليار موازنه الدوله هاي 2022 تعطيها لهم لوزاره الكهرباء والله الكهرباء نفس الشيء ما تكفي على هذول اللي عينوهم عقود من صارت التظاهرات وجابوهم حتى سكتوهم جابوهم عينوهم هذا خطا اجراء خاطئ هذا اجراء خاطئ جدا يعني طيب. اليوم يعني على حساب الموازنه على حساب اموال العراق ترتكب هكذا مخالفات طيب سيد فيصل تعتقد القضاء او المحكمه الاتحاديه راح يمكن ان تتحرك اذا رفعت دعوى امامها وقدم اعتراض او طعن بقانون الامن الغذائي ممكن تتحرك المحكمه وتلغي اي قانون ربما يصوت عليه داخل قبه البرلمان هو الشغله المهمه جدا واللي قلت لك عليها قلت لحضرتك عليها انه اي جنبه ماليه في اي قانون لا يمكن ان يشرع من خلال مجلس النواب الا بموافقه الحكومه هذا قرار المحكمة نفسها يعني فلذلك أعتقد أنه إذا لم يتم اتفاق وإحنا تحدثنا عنه إذا لم يتم اتفاق بين الأطراف السياسية داخل قبة البرلمان و أو مثل ما قلنا أنه يوصلون إلى نقاط مشتركة بهذا القانون حذف بعض المواد من عنده وإكمال
كقانون إكمال تشريعه بمواد مهمة تخص المواطن العراقي. ممكن تعترض المحكمة وتتدخل قبل إقرار القانون والتصويت عليه؟ لا لا إذا ما لو تنتظر إقراره ونشره بالجريدة الرسمية. إلا اللي يروح هناك شخص طاعن يعني اللي تروح تقام دعوة أمامها، ولا إذا تفقد الأطراف السياسية طيب على تمرير القانون وفق ما يحتاج المواطن لا. بالتأكيد راح يمر بدون مشكله والمحكمه طيب. الاتحاديه تقدر المحكمه او القضاء يطعن بقرار في او تصويت على قانون في البرلمان واقراره برلمانيا بعد اقراره نعم. خصوصا يعني كما ذكرت ان ابن مهدوري ان البرلمان هو من عين هؤلاء في المحكمه الاتحاديه ومن اختار القضاة. هذا موضوع اخر. تقدر يعني تكون سلطه القضاء اعلى من سلطه البرلمان التشريعيه؟ هو مو سلطه قضاء ولا سلطه دستور. الدستور بالماده 93 لا. اعطى صلاحيه للمحكمه الاتحاديه بمراقبه دستوريه القوانين. هذه مهمه جدا. اي قانون مخالف للدستور، اي ماده من مواده، ممكن المحكمه الاتحاديه تطعن به وتوقفه. هذا موضوع منتهي من عنده. يعني السلطة للقضاء ليست للقضاة. يعني القاضي لا يحكم بما 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 يراه مناسبا او بما يقتنع به او بما يقتنع به من عينه في هذا المكان. يقتنع بنصوص قانونية وأدلة وسندات. طيب في هذه الحالة سيد إبراهيم، يعني اكو يعني تقرؤون ان هناك خلل بفهم برلماني لقضية الفصل بين السلطات؟ يعني هو بالتاكيد هذا الخلل موجود. يعني هسه بعد البرلمانيين يعني حتى ثقافه دستوريه ما عنده، بل ان البعض منهم لم يقرا الدستور العراقي القوانين التشريعيه العراقيه. بعض يعني منهم ربما شهادته اصلا مزوره. حتى شهادته مزوره، هسه شفت مشعان شهادته مزوره. لاحظ ذلك. فاكو جزء اكو نسخ 20 نسخه مثل مشعان، 100 نسخه جوا داخل، ما نعرف ايش قد العدد يعني. هذه مشكله، يعني مشكله كبيره. يعني هو بس مو صوت الانتخاب ابدا ودافتك والله صدق زين صوت انتخابهم. لأن أنت عندما يترشح لي شخصية أكاديمية دكتور أو رجل قانون وحنتخب المزور، هذه مشكلة كبيرة. هذه مشكلة بالشعب، مو مشكلة بالمرشح، لا أبدا. مشكلة بالشعب، مشكلة بالجمهور، هو اللي يروح الفاسد وينتخبه. هذا مشكلة طبعا. أنه أنت الفصل في 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 السلطات، هذا يعني هذا يعني سياسة دستورية ومن الدول المتحضرة. نعم من الدول المتحضرة. لاحظ في ذلك الدول المتحضرة والشعب المتحضر الذي يحترم الفصل بين السلطات. السلطة القضائية لها سياستها، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لاحظ في ذلك في كل دول العالم سلطة قد تختلف هذه السلطة معها سلطة، ولكن في النهاية تصب في خدمة المجتمع. المحكمة الاتحادية صمام أمان الدستور، وبالتالي أي خلاف دستوري يذهب إلى المحكمة الاتحادية. ليش يسمح لنا بالانتخابات نتائج الانتخابات؟ هو بالإطار قدم اعتراف مو صحيح؟ ردت المحكمة الاتحادية. هنا القضاء جيد، هنا القضاء مو جيد. إذن هذا هو الازدواجية اللي احنا للأسف شديد عند بعض السياسيين. طيب نرجع إلى محل الخلاف وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. كما ذكر سيد فيصل، يعني اكو اطراف رافضة قطعا، واكو اطراف قابلة وتؤيد وتحاول إقرار وتمرير هذا القانون، اكو اطراف تريد تعديل على هذا القانون. ممكن التوافق على هذا القانون بتحديد أبواب صرف تقليلها أو تقنينها والاتفاق عليها؟ يعني هذه الرفض والوقوف على هذه قناعات كتلة سياسية غير مقتنعة بذلك. لأن أنت اليوم الكتلة السياسية اللي عندها جمهور متحضر، جمهور يفتهم، جمهور واعي، يدرك أن عندما كتلة سياسية أو السياسي الفلان في الكتلة السياسية داخل قبة البرلمان رفض المشروع القانون، يعرف أنه هذا هو حريص على أموال الشعب، يعرف أنه يريد لا يطمح إلى أن تكون يضغط حتى تكون هناك توافق سياسي وتكون عنده موازنة، مشروع موازنة وقانون موازنة رسمي يوفر فرص عمل، يفتح آفاق التعاون، ينظم أموال، يحافظ على أموال العراق. مو هاي القضية. فكل القناعات هي محترمة اليوم. هي يعني هو قبة البرلمان شنو؟ هو الآن هاي الديمقراطية. هذه الديمقراطية. فلا تزعل من فلان ولا تخونه. هسه تعترض عليه، خونته، سويت عميل وسويت جاسوس وسويت ذيل. هذه الديمقراطية يا أخي. أنت اليوم عندك مشروع قانون، جيب المجلس النواب وفق السياقات الصحيحة. أنا اليوم أقتنع به لو مقتنع به. فمو القضية اليوم بال السب والقذف وتبادل الاتهامات وما شابه. هذا قناعتي أنا، قناعتي كلها سياسية، أنه ما تصوت على المشروع. تشعر ان هذا المشروع هو مثلا يكبر العراق باموال طائره، ديون في الوقت الذي عندي اليوم. انا عندي زياده اليوم
اكثر من 10 مليار دولار مليار دولار زياده لاسعار النفط. انا شلون استثمر هاي ال 10 مليار؟ ماكو اداره ماليه يعني. والا لو كان هناك اكو اداره ماليه للدوله لفتحنا صندوق السيادي لاموال العراق وحافظنا على هذه الاموال لاستثمرنا هذه الاموال. لذلك ما قصدنا حاليا حكومه تصريف اعمال ربما هي ما عندها اي صلاحيه لاي استثمار او اي تقاعد بحسب قرارات دستوريه والمحكمه الاتحاديه. لكن سيد فيصل بشكل عام كيف ترى وتقيم الاداء البرلماني في هذه الدوره وخصوصا اداء رئيس البرلمان من جانب القوانين البرلمانيه او اليات عمل البرلمان بهذه الفتره؟ فعلا هناك الكثير من خروقات وتلكؤ بالعمل والاداء النيابي. هو انا طبعا أعيد استاذ ابراهيم انه احنا اليوم امام نظام ديمقراطي يجب ان احترم الراي والراي المخالف. يعني احنا اليوم هذا النظام الديمقراطي شئنا ما بينه. اكو ناس تقبل باي مشروع واكو ناس ترفض المشروع. الاغلبيه هي من تمرر مشروعها والاقليه يجب ان تحترم المشروع الذي مرر. هذا موضوع منتهي منه. او اذا رفض يعني حتى مشروع قانون رفض ايضا الاقليه حتى يعرف يعني. نعم. احنا يمكن نتحاور ونتناقش ونقدم كل واحد يقدم دليله. نعم. حتى الناس بالاخير تفتهم من هو. نعم. من هو يراعي مصلحه المواطن فعلا، من هو يدور على مصالح الخاصه. لكل كتله ولكل حزب مؤيدين. نعم. ودول بالتاكيد ثقفتهم كتلتهم واحزابهم. نعم. على منهج معين. هسه هذا مو موضوعنا، لكن موضوع. نعم. الموضوع اللي قلته حضرتك، نعم هنالك كثير من القوانين لا زالت معطله ومن دورات سابقة، وإحنا كنا نطمح أن حتى 200 مشروع قانون. نعم. 200 مشروع قانون معطلة. قانون الجرائم المعلوماتية مثلا. نعم. هذا. نعم. قانون كلش خطير. نعم. ومهم، لأنه بدت أكو نفوذ ظريفة تستغل هذا التليفون والإنترنت من أجل الاحتيال ومن أجل الابتزاز ومن أجل كثير من المسائل الحقيقة. هذا واحد من الجسمه. أكو قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية بخصوص الحضانة لا زال معلق. اكو قانون الحقيقه، قانون رعايه الامومه والطفوله، اكو قوانين كثيره الحقيقه، قانون النفط والغاز. هذا قانون النفط والغاز يحل كل المشاكل مع الاقليم ومع المحافظات. معطل كثير. قانون الاحزاب ربما اللي ما حد يجيب طاريه. قانون ايضا حتى قانون الانتخابات نفسه، اكو حتى قرار للمحكمه الاتحاديه يجب ان يعدل. نعم. كثير من القوانين لا زالت معطلة للأسف. مجلس النواب بسبب هذا الانسداد السياسي الحقيقة. طيب. لم يصل إلى نتائج. إذا لم يتم التصويت على قانون الأمن الغذائي وكان هناك فعلا مشكلة بتأمين الغذاء بالأشهر القادمة، إذا فعلا حلت هذه الأزمة الغذائية العالمية، من راح يتحمل مسؤولية أي مجاعة قد تحصل في العراق؟ لا أسف خمس، إحنا عندنا حسب التفاصيل وزارة التجارة. أنا اليوم تصريحات وزارة التجارة بتابعها والله من اول يوم تقريبا، كل تصريحاتهم تصريح ابو الحبوب وتصريح وزير التجاره انه ما توجد هناك شحه او مشكله في قضيه الامن الغذائي العراقي، وان الحنطه والشعير مستمر، المخازن سيلوات مليانه مئات الاف الاطنان. هذا حسب تصريحهم. يعني بعد الحبوب فتشنا عليهم، مو قال تامنها لثلاث اشهر؟ هسه احنا هذا ثلاث اشهر وانت عندك موسم حصاد ايضا. عندك موسم حصاد، احنا عندنا مشكله بقضيه التسويق، عندنا مشكله بالزراعه. مع العلم مشاكل بالزراعه ما حلت الحكومه. اليوم الفلاح يعاني من مشكله التسويق، يعاني من مشكله التسديد المبالغ. نعم. لاحظ ذلك، لانه انت شلون تعطي يسوق لك الحنطه مالته والشعير اللي فلوس. انت تدرك ناس حتى خمس سنوات ما مستلم فلوس. اجورها باعوا الحنطه والشعير للدوله، استلمت الحوله، الدوله ما تعطيهم فلوس. حطتهم نقد، قالوا في الموازنه غير شغلات ما شابه ذلك. قصدك الحكومه؟ الحكومه نعم. طيب زين، هسه احنا اليوم الحكومه عندنا هي حكومه تسيير اعمال او تصريف اعمال. ما نقدر نعول عليها بحل كل هذه النقاط اللي ذكرتها سيد إبراهيم. يمكن الكرة اليوم هي بملعب البرلمان. أكو أطراف ترفض هذا القانون، أكو أطراف ترغب بإقرار هذا القانون. ما راح تتحمل الأطراف اللي ترفض إقرار هذا القانون مسؤولية أي أزمة غذائية مستقبلية؟ لا، هي مو قضية يعني هو يعني أنت خلي أستاذ أشرف عزيزي أستاذ بشار. أولا هي مو قضية أنه أنت اليوم لو هو مشروع هذا القانون لو انت مو وطني. لا no. ماكو قياسات، اكو بدائل. مو اكو بدائل يعني ما حكينا انا استاذ فيصل وحضرتك، او تعال اذهب التوافق السياسي خلال ثلاث ايام تشكل الحكومة. مو ثلاث ايام تشكل الحكومة، تعال توافق سياسيا. نعم. تعال زين
واحنا نشكل حكومه خلال 3 أيام ونقرر الموازنه خلال يومين. يعني هاي كلها خلال اسبوع نطلعها. طيب طيب توافق سياسي ممكن ان يستغل قانون الدعم الطارئ او قانون الامن الغذائي من اجل مفاوضات تشكيل الحكومه حاليا؟ لا اعتقد. يعني اولا هي يعني الكتل السياسيه يعني اذا تحدثنا عن الاطار او والملتحقين بالاطار هم لا. اكبر من ذلك هم لا يمكن ان يعولوا او لا يمكن ان يحصروا في زاويه ضيقه في مشروع قانون الامن الغذائي والطوارئ ويقول لهم يابا تعالوا لو ندخل وياكم الحكومه لو نصوت وياكم. لا ابدا ما ممكن ما ممكن لانه الذين انا القوى الاخرى حتى القوى الاخرى لانه اذا كانت هناك منظور للوطنيه ومصلحه البلد ومصلحه والحرص على اموال الشعب يفترض انه هذا القانون يرفض لانه اكو بدائل. عندك بديل انت تعال توافق وياهم شكل حكومه تعال خلينا نتفق على اتفاق خلال اسبوع تحل كل وتصفر كل المشاكل اذا كانت هناك رغبه وطنيه لتصفير المشاكل والذهاب الى حكومه توافقيه واطلاق مشروع الموازنه ل 2020 هذا راح يكون لنا كل المشاكل. ابراهيم يعني استاذ ابراهيم انت متفائل انه يتم اعداد موازنه ويتم اقرارها في هذا العام؟ يعني انا قد نوعا ما نوعا ما يعني متامل انه توصل الكتل السياسيه الى حل وتوافق وتحل هذه الازمه والانسداد السياسي؟ يعني انا اقول لك قبل نهايه السنه؟ يعني والله يمكن خلال هالشهر يمكن حتى اذا حلت الازمه السياسيه وفتح هذا الانسداد السياسي تلحق الحكومه والبرلمان من قراءه واعداد وتصويت وتشريع قانون الموازنه قبل نهايه السنه تنفيذه استاذ ابراهيم او حتى تنفيذه اعتقد يعني اذا كان هناك توافق سياسي لمصلحه البلد ممكن ان ترى مو صعبه الموازنه مو صعبه هي مو صعبه بس تنفيذها صعب لا تنفيذها لا استاذ عندما انت تفعل القوانين طيب. قانون الاداره الماليه سنه 2019 تفعل لجان البرلمان لشيء الحكومه مين ولدت هي من داخل الحم اذا عندنا لجان هاي اذا اتفقوا خلال هذا الشهر وسووا حكومه مشان يعني من هالقضيه لا قراءات سياسيه يعني حتى الان ماكو شيء لكن سؤال اخير لكم سيد فيصل يعني التصويت على هذا القانون بعد ان اتعدى او اعدته وقراءته البرلمان قراءه اولى ممكن ان يتم التصويت عليه باغلبيه هو محتاج له اغلبيه مطلقه لا اغلبيه محتاج نصف زائد واحد هو بس عقد الجلسه يحتاج اغلبيه مطلقه عقد الجلسه وبعدين تحتاج نصف زائد واحد بالتصويت اذا اكو فرصه يتم التصويت على هذا القانون هو ممكن ان نصوت عليه داخل قبه البرلمان بس انا قلت لك قد يذهب المعترضون اذا لم يتم الاتفاق عليه بين كل الكتل والاطراف السياسيه يبدو انه لا يتم الاتفاق ممكن ان يرجعون للمحكمه الاتحاديه بهذه شنو راح يكون موقفها تعتمد على الجنبات القانونيه نعم المحكمة الاتحادية أمامها نصوص فعلا هناك خلاف دستوري حول هذا القانون أكو نقاط تستند لها المحكمة وتطعن بالقانون موضوع الطعن ممكن أن يذهب إلى أنه الجنبة المالية يجب أن تتم من خلال الحكومة وقد يستغلها المعارضون أو الرافضون لهذا المشروع مشروع القانون بالعودة إلى المحكمة الاتحادية طيب. إذن نحتاج إلى التوافق من أجل طبعا انا بدي اعقب على موضوع الموازنه فضل. الموازنه اذا اريد لها ان 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 تمر واذا حدث ان شاء الله الاتفاق وتم تمرير وتشكيل الحكومه انا برايي يعني بتقديري انه تكون الموازنه هي اكثر من سنه لانه اذا يجوز قانون يجوز طبعا حتى ممكن ان تسويها سنتين ثلاثه اربعه فممكن لان انت اذا سويتها خلال لستة اشهر لا ما تلحق كل شيء ما تلحق تسوي وبعدين تروح الأموال هم تنهدر الأموال وانتهى الموضوع الخبير القانوني فيصل ركان كنت ضيفا كريما علينا شكرا لك وشكر لكم المحلل السياسي السيد إبراهيم السراج شكرا لك والشكر موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية الخاصة إلى اللقاء